ماني نفس عبها على برشا عبيد في شهر رمضان وقت اللي تكثر الشاوي وتكثر التصنيف وسي سيغ قاعدين تشموا معايا في الريحه مع شيف ايمن البوغاني. حكينا على الكانيلوني اللي قاعد يحضر فيها حضر لها صوص بشاميل دونك ديتك عملت حاجه شيف فما زيت قبل الصوص زبده ذايبه اي قبل ما تحط الصوص كامل عليه جست باش معناها البيشاميل ما تتحرقش وتعاون البيشاميل باش تبقى طوندر تو باش نحط الكانيلوني خليت سباس بين الكعبه والكعبه باش نجم نحط معناها اسوس اليوم في الصوص بيشاميل هذه حاجه تعلمتها جديده قبل ما تحط الصوص تحط الزبده الذايبه باش الصوص بيشاميل تشد بعضها وما تتحرقش من اللوطه وتكون ما تشدكش من الكذا تو باش نزيدوا شويه فرماج نعم رشا غابي بريزيدون اليمنتال فوندون تشد عليك باش نحطو البارتي الثانية نتاع البيشاميل نتاعنا دونك البيشاميل دونك نذكر الكوش الاولى تحتها زبده ذايبه بعد حطينا الكانيلوني بعد زدنا فوقها الجبن الجبن اللي هو بريزيدون اليمنتال فوندون وحطينا البيشاميل ومن بعد بعدها باش نبعثوها للفور البيشاميل ما خليناهاش تكون عاقده برشا تو باش نبعثوها للفور نغطيوها افيك بابي الو ولا خليها من غير ما نغطيوها التوا كار كويسون معناها ثلاثة ربيع الوقت نتاع الكويسون اللي هو حكاية 25 مينوت هكاك نخرجوها نعطوها الجبن ونعاود نرجعوها باش تعمل معناها تكمل الكويسون وتعمل جراتيناج في ارض وقت. داكوغ حلو برشا دونك قداش حرارة نتاع الفور؟ 180 درجة 200 درجة. أنت والفور نتصور. أنت والفور أي. كل واحد مستانس بالفور نتاعو هو في العادة. أنا باش نحط 180. ديجا انا حطيت الفور يسخن قبل ما ومن طون معناها عندنا السوب نتاعنا اللي هي بالسبناخ اللي قاعده تطيب سله سله مع الشيف نذكركم انه المنيو اليوم فيها سلطه دجاج بالاناناس وعندنا السوب اللي هي شوربه سبناخ فيها الكريم فريش اللي بعد باش يرحيه لنا الشيف وكيف كيف عندنا الكانيلوني اللي هي باللحم المفروم بالجبونات بالريكوتا قيصر كيف كيف حاطين فيها برشا جبونات والصوص بشاميل دونك كل التيم كاين والتيم الكل في اللابيف ما عندناش حاجه حمراء عنا اليوم زاد عنا الفوندون هيك حاجة في النوار بعديك شيف سليمي يكمل معنا الفوندون وال بديت تدخل لنا في الديسير هذول باش نشوفوهم بعد في الديسير مع شيف سليم قاعدين في الملح وبعد تو نشوفوا دونك كي باش نسالك سؤال شيف فما برشا قاعدين يتفرجوا علينا نذكركم زاده اللي ما ينجموش يتفرجوا ولا يحبوا يتفرجوا على دوتر روسيت نذكركم مولودنا جديد نسمع كويزين www.nismacuisine.com تلقاو فيه لي روسيت الكل شيف عمل طلع على لي روسيت الموجودين في نسمع كويزين بروبلومون لي ريسيت الزمنيه معناها ان شاء الله تشوفوا منهم حاجات ثانيه. سي حصرنيك شيفوني في الكوجينه ما فماش شماقد جمله. دونك باش نسالك سؤال اخر يسالوه برشا ناس مثلا بويسك اليوم حكينا برشا على السبناخ واستعملنا السبناخ انا هو كي نمشي ونعرفوا السبناخ الفخي هذاك اللي نشريوه هذاك اللي يصلح لنا. السبناخ تلقاه ورقته خضراء تلقاه مرفرف وفي العاده ديما ننصحوا السبناخ العربي معناها السبناخ العربي ديما فيه البنه ديما عبن معناها يبدا يبسي شويه معناها مش ليه يكون بالطبيعه بالطبيعه يكون معناها الكعبه تكون مسنتره واقفه ما تكونش ليثه ما تكونش خاطر ساعات في نبدو مثلا مع البينار تلقى كعبات مضروبين تلقى كعبات كحل تلقى المسخ مثلا تلقى في القاعه في الكاجو
اللوطه لازم واحد ياخذ معناها يلزم الواحد بالحق اليوم زاد في سله سله مانيش نحكيو كان على الماكله لكن نحكيو نعطيو نصائح شو يلزمك تعمل كيفاش تعرف الخضره باهيه بنينه ولا دونك الحق من حقوق المستهلك انه يكون عنده ارشاد انه يفهم السلعه الموجوده اللي عنده شنو اللي ياخذ اللي ما ياخذوش. اليوم نحكيو على المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك ونمشي ونشوف ضيفنا اليوم فيش عندك حسين. مرحبا زيد خليفه، ان شاء الله رمضانكم مبروك. وكما قبيله حسين قاعد تشم في الريحه ابارامون، حسين يتشهى اما خليفه ما يتشهيش حتى طرف. قويه الريحه لهنا نكد لك. حتى هوني قويه، لكن سورتو كي نحكيو على الريحه نحكيو على لي كومبوزيسيون تاع الماكله اللي هي باش تكون مزيانه وصحيه مع الشيف ايمن. دونك شيف نذكروا باللي زونتري اللي خدمناهم في الصباح. لي زونتري اللي خدمناهم الصباح احنا بدينا تعمدنا اننا نبداو بالدجاج من الاول باش نستغلوا الماء نتاع الدجاج هذاك باش نجموا نخدموا به لونتري اللي هو سوب اللي هو معناها شربه سبناخ. نظفنا السبناخ، نحينا له الروش نتاعو، حطينا شويه زيت شويه زبده باش الزبده ما تتحرقش، والباز نتاعها زبده مش ما تتحرقش، نحطوا معها شويه زيت. قلينا شويه ثوم شويه بصل، قلينا السبناخ قليناه ومش مقصوص برشا معناها لا مش مقصوص برسك باليد مقصوص مقصوص باليد خاطر باش نلحيوها انا من بعد باش نلحيوها معناها ما نستحقوش نقصوها شوي. مرقناها بالماء نتاع الدجاج اللي طيبنا فيه الدجاج اللي نتاع السلطه، نفس الماء نتاعو مرقناه به فوالا. في الاخر بالكل نخليه ياخذ غلوه، ومن بعد نعطيه جوست 10 3 4 كويرة سوب كريم فريش. وتكون السوب نتاعنا حاضر، تولع فوحناها ملح وفلفل اكحل وشويه نواد مسكات. قعدت شهيه الريحه هاي. بالنسبه للسلطه خذينا طيبنا الدجاج في عملنا له ان شوك ترميك، سكرنا له اللي فيبر باش السوك نتاعو يبقى كله في السوبريم نتاع الدجاج. علينا شويه في التمبيراتور نتاع الكسرونه، وبعديك حطينا الدجاج مع شويه كليل شويه زعتر شويه سكنجبير. مرقناه بشويه ماء دافي. الماء هذاك هو اللي خليها تري، معناها الدجاج خليها تري باش كي تحطه في السلطه بعد ما يجيكش ما يجيش شايح، معناها الدجاج ما يجيش شايح عكس الجري والا باش مش تمشي في البوال. فوالا بالنسبه اللي خلتناه مع شويه راوي، احنا نقولوا الدجاج ما يبداش شايح. فوالا خلتناه مع شويه سلطه شويه طماط سيشي وشويه مايس. حضرنا له الصوص نتاعو اللي هو الجيم تاع الاناناس وشويه مطار. هيا ديجا صوص معناها بالحق انا من قبل نحب نزيد نسالك عليه، حسيت ما عندناهاش وقتها كوم الفو الصوص هذايا زربنا فيها. كيفاش الصوص اللي نزينوا بها سلطه الدجاج والاناناس؟ هو في العاده يعملوا فينيغريت، في العاده يعملوا شو حاجه ملح فلفل اكحل وخل وشويه مطار يطلعوها بالزيت كيما تعمل مايونيز. لهنا لهنا بالنسبه للصوص مطارد اللي عملناها توا، احنا حطينا الاناناس عملنا له كراميليزي يخلى السوك نتاعو هو في البواله. السوك هذاك زدنا لها مغرفه نتاع قهوه مطارد. وركلينا السوك هذاك باش خذينا اللي تبقى من كعبه الاناناس، معناها السوك نتاع كعبه الاناناس خذيناهم في الصوص ومرقناها بشويه ماء نتاع الدجاج. حلو معناها الميلانج اللي نشوفه فيه كما قلت لك الشيف، كي ريتها بعيني سلطه الاناناس والدجاج بدلت رايي فيها، معناها ميلانج بنين. فما عباد اللي يتقلق ويقول لك باغ اكزومبل مثلا في لازمك مره طيبها لنا شيف الصوابع اللي يبداو محشيين بالقوطه كما الريقوطه نتاعنا وصوابع فاطمه والفوق يحطوا عليها الميال والجرجلان. السكري تحكي سكري سالي اما تجيب بنينه، فما اللي يقبل فما اللي ما يقبلش، ما نعرفش عليك انت حسين كان مستانس اللي تاكل وتخلط ما بين الحلو والحار والا لا فرد بلا بصراحه لا ما هذا ماهوش جديد علينا، نلقاو حتى في عاداتنا في صفاقس مثال يطيبوا بالعوينه الشايحه، يعني عندنا برشا حاجات يستعملوها في الماكله نتاعنا في يعني في عاداتنا الغذائيه ماهيش جديد علينا. برشا يقولوا برشا حاجات جايتنا من برا، لكن نرجعوا للتراث الجاستخونوميك نتاعنا نلقاو منها العادات هذيا. انا اللي نحب المال وحده ولا حلو وحده بعد قبيله تحكي لي عاداتنا وتقاليدنا وعاداتنا بعد تقول لي ليه نحب الويل حوالي لا انا نحكي انه فما هذا موجود، يعني مش مستوردينه من برا الحكايه هذه نتاع سكري سالي. ما انا ما نحبش نخلط فرد بلا
شكرا ليك يا ايمان. خلينا نرجعوا للشيف وتكسحها بيبي ما تدوخش من الميكله. حاسه بيك حاسه بيك حاسه بيك. نهار الاول صعيب شويه صعيب شويه. نهار الاول نهار الاول فهموا في العاده نهار الاول ديما يكون معناها الانجوري سكري شويه معناها اكثر منها الدار لما تقول تحب تفطر في الدار حاجه صدقني شيف لينا نعرف برشا هكا 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 يحبوا يشقوا فطرهم لبرا. اولهم حسين من قبيله في الكوليس قال لي مين حاضر بروجرام يلزم يشق فطري لبرا هكا ولا حسين. هذه صعيبه برشا. دونك هو شغم نتاع رمضان باللمه نتاعو مهما كانت البلاصه في الدار خارج الدار شغم نتاعو انه العائله تكون ملمومه وانه الانسان يكون كما نقولوا مع في داخل في روحانيات داخل في سلام داخل في بيس مع روحه يحب الناس يعاون الناس. هوني دونك نكملوا في الماكله نتاعنا شايف انا خيط 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 الخبز باش نقص دي ترونج نتاع خبز. اي خبز ولا خبز اسمر؟ خبز خبز باجيت. انا اخترت خبز اسمر. نجم تاخذ اي نوع نتاع خبز باش نعملوه كروتون جست باش نحطوه شويه في شويه شويه زبده شويه كليل نحطوه في الفور يشيح شويه ومن بعديك مش نغراتيه بسنه نتاع ثوم باش يبقى يقوم نتاع ثوم. هذاك باش يكون لاكومبانيمون مع الشربه نتاعنا مع السوب نتاعنا. تشهي السوب. دونك انا ما فطمتش كي حطيت فيها سي بون معناها حطيت فيها الكريم فريش 5-6 كويير 5-6 مغارف اكل كريم فريش. دونك عينا ميزاننا في الكريم فريش. لا هو معناها الباز نتاعنا هو شربه السبناخ ماهوش الكريم. ماذا بيا القوم تاع الكريم يكون اخر حاجه يكون. جوستومون معناها نجم نقولوا انه لي روسيت ساهلين وسامبل يتخدموا في ساعه. واليوم نحكيو في نسمه نحكيو زاده في رمضان كيما حكينا على سله سله نحكيو على المراه اللي تبدا تخدم. الناس الكل توا نعرفوا اكثر سي بلوتو ديجيتال العباد كلها كونكتي العباد في خدمتها والا تقرا والا لبرا. دونك ما نجموش نحكيو على التحذيرات من غير ما نحكيو على عالم التكنولوجيا ونحكيو على السرعة في الوقت. على هذيك احنا سنة قرينا حساب النساء الكل والا لي ستوديونت والا اللي عرست جديده وبعيده وما يلزمها تتبع الكوجينه مولودنا جديد نسمه كويزين وين تنجموا تلقاو فيه كل لي استوس لي روسيت النصائح الطبيه الوصفات الماكله العالميه اللي باش تكون تونسيه وميديترانيان وعربيه. دونك وشيف انت كنت حاضر معنا في اللونسمون parmi لي شيف اللي حضروا معنا اش قولك في فكره نسمه كويزين مولود جديد للنسمة السيت نتاعنا. بالنسبة للسيت نتاع نسمة كويزين قلت لك هو سابقة في تونس في العادة الكويزين ما نتفكروها كان في رمضان. اليوم مع السيت نتاع نسمة كويزين نجموا نتفكروا كوجينتنا في كل وقت ما عادش تصعب عليك لي ريسيت اون بليس سير ان كوداج معناها لي ريسيت نتاعنا باللي ريشيرش سورتو شيف معناها توا وقت السرعه ساعه فما شكون قاعد يخدم في الوقت ماذا بيه وصفه اي رابيد. وجديد في سنه في نسمه كويزين السيت نتاعنا بنينا الوصفه اللي تلقاها في دقيقه ونص طيب لك الغوسيت الكل غيان كو باليدين تلقاو الغوسيت الكل للناس اللي تحب الطبخ ومزروبه فيه. غوسيتنا اليوم في بنينا نشوفوها تو سويت خبزه بالحليب راجعين.